لو قال قائل هذا الفم معروف أنه طريق للأكل، لكن ما الدليل على أن الأنف مدخل من مداخل الطعام؟ الدليل يقول شيخ الإسلام رحمه الله جاء في حديث لقيط في المسند والسنن قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق، الاستنشاق يكون عن طريق الفم والأنف، الأنف وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف إذا أدخل فيه مأكول أو مشروب يؤثر على الصيام، لأنه استثنى قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن هنا فقطرة الأنف إن وصلت إلى الجوف أفسدت الصيام.